تتأكد إنه ما في حدا عامل ريكوست، وزي ما أنتوا عارفين على تيمز بس عليك كليك جوين، جو داون وتعمل جوين. يعني لا بدك لينك للتيم ولا إشي، كل شيء جاهز المفروض. طيب واللي عنده أي سؤال ما اللي عنده أي سؤال يعمل أنا ميوت. أوكي خلينا زي ما حكيت نكمل على موضوع الانترودكشن ونبلش في موضوع الجديد هو الريزونانس. طيب المحاضرة الماضية حكينا إنه إذا أنا عندي 4 sigma bonds معناته I need 4 orbitals molecular orbitals، وبالتالي the hybridization for that atom should be sp3. أوكي وبنعرف إنه إحنا عندنا 4 sp3 orbitals. طيب إذا كان في عندي 3 sigma bonds surrounding that atom فبحكي إنه الhybridization sp2، وإذا كان عندي 2 sigma bonds فباجي بحكي إنه أنا عندي sp hybridization. طيب بعدين انتقلنا على المركبات اللي charged مثل الميثيل كاتايون، أوكي يعني CH3+، فحكينا إنه الكربون الميثيل كاتايون surrounded by 3 sigma bonds، وبالتالي رح يكون الhybridization شو؟ للكربون المثل كاتايون شو الهايبريدايزيشن؟ SP2. نعم، والبي اوربيتال الضايل هو رح يكون فارغ empty. بعدها انتقلنا للمثل راديكال، عندي انا CH3 راديكال، اتفقنا again رح يكون الهايبريدايزيشن SP احنا حكينا 1 الكترون، انا مش بحاجه اعمل له هايبريدايزيشن لا لارج كوم اوربيتال، بي اوربيتال كافي لانه 1 بيرسون حطها بغرفه صغيره وغرفه كبيره اتفقنا واحد، هي SP2. ايوه SP2، والبي اوربيتال موجود فيها 1 الكترون. بعديها يعني دائما كاربو، يعني شوفي السلايد اللي قبل، دائما الكاربو المثل كاتايون والمثل راديكال SP2 ايش يعني يروح على القاضي، اوكي؟ لكن بعديها انتقلنا زدنا الكترون، صار عندي 2 الكترونز، فصف انا عندي ما عندي يعني 1 الكترون، عندي 2 الكترونز، الان سميناها مثل انايون اللي هي CH3، اتفقنا انه في عندي 2 سيناريوز هون. اذا كان في عندنا، او خلينا نبلش، اذا ما كان عندنا مجال للريزونانس، فالمركب مجبور الكربون مجبوره تعمل حالها SP3 وتحط النيجاتيف تشارج في SP3. إذا ما كان في مجال للريزونانس. إذا كان في مجال للريزونانس، يعني إذا هذول التو إلكترونز بيقدروا يعملوا ريزونانس، فاتفقنا إنه لا، بتعمل حالها بشطب على الاس بي 3 بعمل حالي اس بي 2 وبحط إيش؟ النيجاتيف تشارج في البي. ليش؟ لأنه الإلكترونز أونلي كان موف بتوين بي أوربيتالز، يعني اللي بيقدروا يعملوا ريزونانس فقط لازم يكونوا في بي أوربيتال. فبتحكي الكربون خلاص أنا بحط التو إلكترونز في البي، صح البي صغير بس شو بالمقابل قبل انا بكسب الريزونانس. هي شغله يعني انه الواحد يعمل حسابات وصح، اوكي يعني بربح او ما بربح بالموضوع. فماشي الحال، هاي الانايون يعني حتى السؤال اللي رحنا مشينا لهون متذكرين وحكينا انه هاي النيجاتيف تشارج شو الهايبريدايز وين موجودين، هذا اول سؤال. والسؤال الثاني شو الهايبريدايزيشن للكربون، شو جاوبنا هون؟ حكينا هاي انايون صح، كربون عليها 4 روابط، ايوه حكينا SP2. ليش؟ in order to be able to put the negative charge اللي هو هذول التو الكترونز وين نحطهم؟ في البي اوربيتال. ممتاز، عشان تقدر تعمل ريزونانس. واليوم راح يعني تتعمق عندنا مفهوم الريزونانس، تعمق عندنا ونفهمه اكثر واكثر. فأول خطوة أصلاً محاضرة اليوم رح لما نرسم الريزونانس رح نيجي نسأل حالنا وين الباي إلكترونز، يعني وين الإلكترونات الموجودين في بي أوربيتالز، دبل بوند ولا تريبل بوند ولا لون بير في بي. فهذا بيعتمد أنك تعرف الهايبريدايزيشن ولا لا، أوكي. فمرة ثانية هاي النيجاتيف تشارج اتفقنا أنها في البي أوربيتال لأنه في مجال للريزونانس. فأنا لما المحاضرة الماضية شلت لكم دبل بوند، لو شطبت على هاي الدبل بوند شلتها، الآن بطل يصير في عندي ريزونانس، صح؟ لأنه ما في دبل بوند، في عندي نيجاتيف وسنجل وسنجل، يعني ما في مجال للريزونانس.
فشو بصير اللومبير وين موجودين؟ شو الهايبريدايزيشن للكربون بتصير؟ SP3 ممتاز. والنيجاتيف شارج بصير. طيب دكتورة التريبل بوند. طيب الكربون شو انت بتحكي؟ كم من سيجما بوند حوالها؟ بتحكي هاي سيجما وهي سيجما، 2 سيجما اذا SP. طيب والباقيات هذول الباي بي مع بي، اذا الهايبريدايزيشن رقم 2 SP، الهايبريدايزيشن لهي الكربون SP، بتعد عدد السيجما اللي حوالها، هاي سيجما وهاي سيجما، اذا 2 سيجما SP. طيب لما كانت بهذا الشكل هاي الكربون، كربون 4 كم سيجما عندها؟ هاي 1 وهاي 2 وهاي 3 3 اذا SP2، يعني S و2 B SP2. ماشي الحل. مثلا هاي الكربون عليها كم رابطه سيجما؟ 1 و3 من هون 4 اذا SP3 3B. اوكي اربع روابط بخلط الاس بي الثلاثه كلهن، رابطتين بخلط S و B، بخلط أوربيتال 2 فقط، ثلاث روابط بخلط S و 2B، بجمعهن البي مع البي بصير SP2. ماشي الحال؟ هون ستريت فورورد كلهن 1 و 2 وحتى 3 و 4 سيرفورد. بس لما شو الفرق الوحيد؟ إنه لما يكون عندي نيجاتيف تشارج أو لون بير، هل يكونوا في SP2 ولا هل تكون hybridization SP2 ولا SP3؟ حسب، إذا بدهم إذا بيقدروا يعملوا ريزونانس بخليها SP2 بحطهم في البي، إذا ما بيقدروا يعملوا ريزونانس بحطهم في SP3 والhybridization يكون SP3. أبدأ أسألكم هون الhybridization لرقم 3 شو للأكسجين؟ SP2 أيوة، هاي 1 وهاي 2 كل 2 إلكترونز اعتبرتهم زي سيجما، وثلاث كامرة وثلاثة معناته SP2. طب الفلك البير الثالث وين راح؟ عمل باي بالضبط. طب اللون بير هون وين ما يعني اللون بير لما بدي أحكي لك مثلا يلا أرسم ريزونانس، يعني أنا لو بدي أشطب لك بقول لهم أرسم ريزونانس، بمسكوا هذول التو إلكترونز وبصيروا حركوا فيهم. طب ما هي الخطوة الأولى إنك أنت لما تعمل ريزونانس بدك إيش؟ بدك تعرف بأي أوربيتال، واتفقنا الأونلي إلكترونز إياهم اللي بدك تعمل لهم ريزونانس اللي فقط في بي أوربيتال. طب شو وين اللومبير هذول؟ اسأل حالك وينهم؟ وهذول وين؟ في الـ SP2. في الـ SP2 ممتاز. إذن هل بيعملوا ريزونانس؟ لا نو ريزونانس بالضبط. أوكي؟ فكل مركب رح نمسكه محاضرة اليوم محاضرات الجاية على الريزونانس رح نشتغل هذا الاشي، نعرف وين الباي إلكترونز يعني الإلكترونات اللي في بي أوربيتالز، وعشان نعرف نحركهم ولا ما نحركهم. طيب نكمل موضوع الهايبريدايزيشن. إذن يعني أشياء سريعة ما ضلش اشي، الووتر كم ما يعادل سيجما بوند؟ هاي 1 هاي 2 يعني كل 2 إلكترونز اعتبرهم كسيجما بوند، وهي 3 وهي 4 فكم أوربيتال بدي؟ 4. إذا شو الهايبريدايزيشن للأكسجين؟ SP3 ممتاز. الآن روح على الأمونيا، هي عندي 1 2 3 4 يعني ما يعادل 4 سيجما بوند. أنتوا عارفين لما أحكي ما يعادل يعني اللون بير اعتبرها سيجما، إذا بدي 4 أوربيتالز. بجوز أنا بمللكم بعيد نفس الحكي أوفر أنا أوفر بس إذ ما هو الموضوع مهم. فور أوربيتالز إذا شو هم؟ S وثلاثة B، خلطهم مع بعض فبصير SP3. ممتاز SP3 للنيتروجين. طيب تعال مثلا أنا اللي بتفاجأ مثلا بالامتحان بحط لهم بدال اللون بير هاد بحط لهم رابطة زي هيك، بصير على النيتروجين بوزيتيف. عادي نفس الإشي يعني سواء كان اللون بير أو كانوا رابطة نفس الشيء بعدهم، 1 2 3 4. إذا النيتروجين شو الهايبريدايزيشن إلها؟ SP3 لأنه بالضبط لأنه حولها 4 روابط. خل حلينا هسا هذا السؤال. طبعا أنا حكيت لكم هذول السلايدات أخذتهم من 2017 عشان هيك بتشوف هذا السؤال يعني بجوز تقول ما له شوي له علاقة بس إنه موجود مع هالسلايدات. الفكرة إنه CN تعرف إنه موجود في تريبل بوند،
فبسألني كم باي بوند، وهنا في عندي سي تريبل بوند ان، فنبدأ عد الباي بوند. هاي واحد واثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة، إذن I have on seven by bonds فقط. يعني هذا كان السؤال. طيب معناته أنا في البارت الأول introduction طبيعة الأسئلة بسألك، طبعا أنت بتشوف أسئلة أصلا صياغة الأسئلة كلها معروفة وموجودة ومعلنة، مفيش مخبى يعني كل شيء مصور، وقبلها كنا نعطي الأسئلة. في طبيعة الأسئلة بالبارت الأول هو الانترودكشن، فبسألك مثلا شو الفورمال شارج أو الكوركت لويس ستراكتر، أو إنه مثلا الهايبريدايزيشن طبعا إشي أساسي، ممكن يكون أربعة لخمس أسئلة على بارت وان الانترودكشن، أربعة لخمسة ممكن خمس أسئلة. وشو كمان أسألك على، أحكي لك rank the following bonds according to their strength، يعني قديش بدك إنرجي تكسر الرابطة، or according to their length. طبعا هاي الأسئلة كلها هاي المفروض يعني زي البونص للطالب، المفروض بسرعة يجاوبها، ما فيها كل بارت الانترودكشن سواء الهايبريدايزيشن ولا اللينث ولا السترينث، وهي أشياء بسيطة المفروض، يعني تعتبر من الأسئلة السهلة، الامتحان معظمه سهل ومتوسط، أنا هيك رأيي يعني، أنت بعرفش عنكم، وشوي طبعا بقول يكون سؤالين ممكن يكون أو سؤال صعبات تعتبرين بس عشان ميز الطالب، بس فعليا واحد مش دارس أو ما درس قبل الامتحان بيومين أو ثلاث وإشي، أكيد السهل يعتبره صعب أو متوسط يعني، فحسب قديش أنت بتبذل جهد بالمساق، فياريت ندرس أول بأول. طيب إذن أنا كان سؤالي هون ممكن أنك ترتب حسب الإنرجي أو اللينث. طبعا الفكرة ممكن أعطيك ثلاث روابط ترتبهم حسب البوند لينث والبوند سترينث، كل بساطة الاختلاف بين الروابط أنواع الأوربيتالز الانفولف in the formation of the bond. يعني تعرف sp3 مع s مقارن sp2 مع s أو sp مع s، which one is stronger and why، which one is longer مثلا أو shorter، على شو بتطلع يعني، على شو بتعتمد، شو الاختلاف، شو الفاكتور اللي اختلف بالسؤال؟ الكربون. أيوة الكربون. إذن الكربون أي أوربيتال ساهمت فيها عطتها يعني. طيب وبعدين يعني أول كربون في الإيثين، الكربون شو الهايبريدايزيشن sp3 مقارنة في sp2 في الsp، شو اختلفن عن بعض الsp3 مقارنة في الsp2 مقارنة في شيء في اللينث. بس شو الفاكت يعني، شو احنا بنسميها في الاس كاركتر، صح عندك إشي اسمه اس كاركتر، شو يعني اس كاركتر؟ هي راح تمر علينا هذا المصطلح اكثر من مكان، يعني نسبة الاس. ايوه ممتاز، نسبة فلك اس في هذا الاوربيتال. طب انا ليش بيهمني فلك اس يعني، ليش بيهمني فلك بي اكثر؟ بيهمني فلك اس اكثر من بي لانه closer to the nucleus، اقرب للنواة وبالتالي more attracted للنيوكليوس وبالتالي more electronegative، يعني ممكن تحكيها. اذا مرة ثانية الاس كاركتر يعني قديش نسبة فلك أس في هذا المولكيولر أوربيتال، فنسبة فلك أس هون في 50%. طيب SP2 33% وهاي SP3 25%، فكل ما زادت أس كاركتر في الأوربيتال يعني كل ما كان الأوربيتال closer to the nucleus more attracted to the nucleus، مجذوب أكثر للنواة وبالتالي الرابطة راح تكون أقصر وراح تكون stronger، كل ما قصرت الرابطة بتزيد قوة الرابطة. فياريت كنا نعرف مع يعني الأس كاركتر مفهومها، هذول الترتيب، إنه لما نحكي على الإلكترونيجاتيفيتي، إلكترونيجاتيفيتي نعرف SP more electronegative من SP2 من SP3، هاي كمان راح يحتاجها later on المعلومة، بس for now كل ما قربت كل ما زادت الأس كاركتر كل ما كانت closer عن nucleus، كل ما كان الرابطة أقصر وبالتالي الرابطة أقوى. طيب SP3 مع S مقارن SP مع S، SP مع S هي إيش؟ stronger وبالتالي shorter. لو تطلع الأرقام تقارن يعني 132 compared to 100 106 مقارنة 1.1 angstrom.
نفس الفكرة السلايد اللي وراء sp3 مع sp3 هو longer و weaker bond than sp مع sp. هسا أنا هاد straightforward question. هسا في رح تشوف لو تيجي تحل أسئلة السنوات رح تشوف من ضمن الخيارات يعني أنا عندي معطيك bond A ومعطيك B و C و D. ممكن تحل A و B على مباشرة على هذا الشرح البسيط اللي شرحته وما فيه وش شيء يعني حسب شو الأوربيتال اللي انفول يعني تريبل بوند شورتر ذان دبل وشورتر ذان سينجل بوند. هسا ممكن سي ودي دخل فيهم الريزونانس. أنا شو قاعد بعطيك؟ بعطيك أفكار بس كيبت إن مايند لما أوصل لها بشرح لك ليش إذا بدي أشرحها هسا رح تنعجب. فأنا اللي بإنترستد وبده يعني يسيطر على كل إشي keep this in mind رح لما أشرحها في الريزونانس أو تشوف أسئلة السنوات. طبعاً أكيد مش رح أجيب لك كل إشي يعني المفروض بطريقة مباشرة وغير مباشرة كل إشي بنشرح لك يعني. فرح أجيب لك أسئلة إنك ترتب الروابط فيها مباشرة حسب نوع الأوربيتال وفيها اللي هي داخل الريزونانس. ليش؟ هسا الريزونانس الدبل مش دبل والسنجل مش سنجل. الدبل ممكن تكون بارشل دبل بوند فانت دورك تعرف انها هل هي دبل بوند ولا سنجل بوند ولا هي بارشل دبل بوند او بارشل تريبل بوند. طيب لوقتها اذا هاي بس فورنا وعشان تحطها بحساباتك راح احل لكم اسئله عليها بس مش هسه يعني لما ننهي الريزونانس. طيب اذا هيك احنا بنكون انهينا بارت الاول اللي هو الانترودكشن. بنكون حلينا اسئله على هذا البارت واللي هو انا اللي حليته المحاضره الماضيه واللي انا نزلت لكم اياهن على الاي ليرنينج. وراح تلاحظ هذا السلايد الثالث الاسئله راح يمر مره ثانيه لما نشرح الاروماتيسيتي. لما هذا مثلا لسه زيهم راح يمر لما نشرح الريزونانس and so on. وهيك هذا كله راح يرجع يمر عليك اكثر من يعني مكان بس لما يمر عندك بصير شو بصير سهل الامور. اي سؤال لحد الان على بارت 1 يعني بشكل عام؟ اما اللي عنده سؤال بده ايانا تفصيل ممل زي ما حكينا الساعات المكتبيه شو يعني انتوا بتدرسوا اول باول؟ طب دكتوره معلش سؤال بس سريع. اوكي هلا مثلا بدي اجي اراجع هذا الشكل كيف اراجعه؟ يعني كحل ولا كحسب اراجع معلومات؟ شوف ماده الفيرست ماده الفيرست هي وحتى بدي اقول لك ما نحكي ماده الفيرست هي نسبه الفهم بدي اقول لك 90% والحفظ بجوز 10% اذا مش اقل. فما بعتمد على الحفظ من مرة. هسا الفهم اللي بيؤدي لحفظ ممكن يعني فهم بفهم السؤال. هسا المادة الانترودكشن فيها فكرة الهايبريدايزيشن باجي بفهم الفكرة اللي أنا شرحتها بحل أسئلة عليها أكثر من سؤال. وإذا بتحس حالك مش فاهم شغلة تأكد مني إنك فاهمها صح ولا لا. هسا اللويس ستراكشر لما ترسمه وهي في قواعد بتحفظها اوكي. الجنرال انفورميشن هاي في اشياء حفظ بس اعتمد على الاسئله. باجي مثلا خلينا نقول انه الانترودكشن قرأتها بساعتين او ثلاث ساعات كماده. اذا ما قعدت ثلاث ايام تحل اسئله ما بعتبركش كملت البارت. يعني بدك مثلا اذا بدها منك قراءه ثلاث ساعات اعرف بدك حل ثلاث ايام. يعني شو يعني ايام؟ مش ليل نهار يعني. يعني أمسك السامبل كويس أظني أحل تني أمل. إذا بتعمل هاي الحركة بتحل أسئلة السنوات بتحل أسئلة السامبل كويس هاي المفروض الأمورك تكون إن شاء الله تمام. إذا إنه ما عندك مشكلة بالفهم في ناس فكروا حالهم مثلا فاهمين الفكرة صح فأنت يا ريت أنت شو في طلاب اللي كانوا يعني فعلا اللي بدهم علام واللي بدهم يكون حل الأسئلة يجي على الساعات المكتبية بس إنه هيك أنا صح هل هيك أنا حال صح مثلا هيك يسأل. فميك شور إنه بعد ما تحل إنك تراجع معي الأسئلة اللي أنت حليتها. طيب مش عارف جاوبتك ولا تمام دكتورة يسلم ايديك. أوكي فاعتمدوا على حل الأسئلة كل ما حليتوا أسئلة أكثر كل ما كانت أموركم كويسة إن شاء الله.
طيب هاي أول شغلة. بدنا نروح الآن على موضوع، إذا ما حداش عنده أي سؤال أو أي شغلة يحكيها خلينا نبلش في الريزونانس. يعني طبيعة المحاضرة هي عبارة عن سؤال وجواب، أوكي؟ يعني هيك طبيعة المصاب. أنتوا بتعرفوا الأورجانيك. هسا مثلا بالريزونانس بدي أشرح لك الفكرة بالأول من خلال فبعديها رح تصير يعني خاصة محاضرة الجاي والوراها رح تكون سؤال نرسم ريزونانس ستراكشر، نرسم الريزونانس ستراكشرز، نرسم الهايبريد ونحكي which one contribute the most to the hybrid. هاي ثلاث أسئلة اللي أنا بدي أجاوبهن في الريزونانس. في موضوع الريزونانس كبارت أول إني I have to be able to draw the all resonance structures for any compound أو any structure. الشغلة الثانية I have to be able to draw the resonance hybrid. Okay. والسؤال الثالث I have to tell which one of these resonance contributors contribute the most or the least to the resonance hybrid. يعني الهايبريد بيشبه أكثر إشي مين أو بحب يكون على أي شكل من هذول R1 ولا R2 ولا R3. أنا بعلمك كيف. Okay. نبلش في التايتل. يعني الآن لما حدا يحكي لك delocalized electrons مباشرة يعني شو معنى delocalized electron؟ ومباشرة بيجي لذهنك معناته مدام في إشي اسمه delocalized electron أكيد في إشي اسمه localized electron. أوكي؟ فالفكرة هون أنا أول شغلة أفهم التايتل delocalized electrons versus localized electrons. فالأمور معظمها نسبية، أوكي؟ شيء بالنسبة لشيء ثاني. الآن localized electrons يعني لو إجيت أنا أعطيتك water molecule رسمت لك والأكسجين زي ما أنتوا عارفين عليها two lone pairs. هسا الإلكترونات اللي على هاي الأكسجين اللي هم هذول التو لون بيرز هذول دائما وابدا راح يضلوا على الاكسجين، ما في وين هم روحوا، ما لا بروحوا ولا بيرجعوا ولا بيعملوا ريزونانس. يعني كذا كانت موف they are in sp3 orbitals they will stay all يعني all time in the sp3 orbitals. فهذول belong to the oxygen only. فاللوكالايز الكترونز هم الالكترونز belong to one atom okay or to the bond between two atoms or to the bond between two atoms. يعني بالعربي يعني يعني belong بينتموا للرابطة ما بين two atoms. فمرة ثانية localized electrons اللي هم اللي هم belong to one atom زي الأكسجين زي اللون بير اللي على الأكسجين أو التو إلكترونز اللي بالرابطة ما بين الأكسجين والهيدروجين. فدائما وأبدا رح يظلهم مكانهم ما يتحركوش. لكن لو إجيت أعطيتك المركب اللي ناقشناه أكثر من مرة المحاضرة الماضية واليوم حكيت لكم عنه مرة ثانية، لو إجيت سألتك عن هاي النيجاتيف تشارج، النيجاتيف تشارج هي الفورمال تشارج للتو إلكترونز، يعني سألتك وين هذول موجودين، وين موجودين؟ بالبي أوربيتال. ممتاز، موجودين في البي اوربيتال لانه دي لوكالايزد. ايوه هذول دي لوكالايزد الكترونز بالضبط. ليش؟ لانه شوفوا مره احرقكم بجيبهم لهون وبرجع شو بكسر بالمقابل رابطه ثنائيه وبتروح لجهه الاكسجين. فكيف بدها تصير؟ بتصير سي اتش 2. طبعا راح اعلمك كيف اللي مش عارف يرسم ريزونانس دوري لانه راح احنا اصلا هون هدفنا نتعلم كيف نرسمهن، كيف نرسم الريزونانس بشكل عام. فشوف فشوف التو الكترونز كانوا يعني لو انا اجي اغير اللون هذول التو الكترونز اللي كانوا على الكربون شوف انتقلوا على الاكسجين. فهم كان يعني شوف مين شارك فيهم، الكربون رقم هاي الاولى والثانيه والاكسجين، معناته هذول الالكترونات belong to three atoms. فبحكي لك delocalized electrons هم الالكترونز belong to three atoms or more.
فلو كانوا الإلكترونات بنتموا أو إنهم يعني belong to three atoms or more بنسميهم delocalized. يعني delocalized electrons اللي هم اللي بيقدروا يتحركوا ما بين أكثر من ثلاثة atoms and more. أوكي؟ فيعني معناته هذول ال two electrons delocalized whereas the هذول ال electrons اللي على الأكسجين أو بالروابط هون هم localized. إذن هاي بس توا كمقدمة شو معنى delocalized واللocalized. الآن شو بدنا نعمل إذا ما حداش عنده أي سؤال؟ بدي نشرح نأخذ أمثلة على الريزونانس ونفهم يعني شو كيف توصلوا لفكرة إنه في ريزونانس لا specific compounds. شو بحكي لك؟ بحكي لو إجيت أنا أعطيتك CO3 minus 2 حكيت لك أرسم لي لويس structure لل CO3 minus 2 الكربونات كم لويس ستراكتشر تقدر ترسم للكربونات؟ شو رأيك؟ أو شو رأيك؟ ثلاثة. أيوة ممتاز ثلاث صح؟ اللي هم هذول يعني واحد ممكن يرسمه بهذا الشكل وهذا الشكل الثاني وهذا الشكل الثالث. طبعاً كيف ترسم لويس ستراكتشر زي ما تعلمتوا إنه أول إشي برسم بعد النمبر أوف فالانس إلكترونز بس أخذ بعين الاعتبار إنك تضيف التو إلكترونز اللي هم هذول عشان تحسب اللي هي الفالانس إلكترونز تضيفهم يعني للحسبة وبعدين ترسم سكاليتون وبعدين بأد إلكترونز بعدين أوبي أكتت. لاحظ لما أوبي ذا أكتت مش بتكون روابط ثنائية عشان يعني زي ما شفتوا بالنيتروميثين اللي أعطتكم إياه دكتور إسراء. ففعلياً الدبل بوند ممكن ليش عملناه هنا عشان إيش؟ عشان إن نضمن الأكتت وآخر شيء يؤاد the formal charges اللي هن زي النيجاتيف تشارج الموجودات هون. أوكي؟ الآن when you are able to draw more than one valid Lewis structure بتحكي إن المركب عنده resonance. يعني الآن في عندي R1 resonance structure number 1 R2 يعني هذول Lewis structure وهي R3. فR1 وR2 R3 هم عبارة عن Lewis structures وهم إيش resonance. Okay. So can you tell me how can I go from R1 to R2 أو من R2 ل R3 and so on. كيف؟ عن طريق الإلكترونات. يعني بدي ارسم أسهم. يعني بدي أحكي لك ارسم لي الأسهم. من وين بدك تبلش؟ لو بدنا نروح من R1 ل R2 طبعاً السهم اللي بتستخدمه بهذا double headed arrow. فأنت الآن لما ترسم ريزونانس أول شغلة أنت عارف حكيت لك عن المحاضرة الماضية ولا هاي المحاضرة إنه you only move الإلكترونز في B orbitals. إذا أنا بدي أبحث على الإلكترونات الموجودين في B. طيب شو هم الإلكترونات الموجودين في B؟ يا دبل بوند باي بوند صح؟ دبل بوند أو تريبل بوند. ولون بيس في B حيث إنه معناه كيف بدهم يكونوا في B؟ إنه الهايبريدايزيشن يكون SP2 للأتوم. فسؤال هلا عندك الباي إلكترونز لو سألتك بهذا المركب هاو ماني باي إلكترونز في عنده؟ R1 1 الدبل بوند 2 الكترونز هاي 2 الكترونز والاكسجين هاي شو الهايبريدايزيشن الها sp3 p2 اذا حكيت sp3 النيجاتيف تشارج بكونوا في الsp3 معناته حكمنا على المركب الاعدام حكينا له ما في ريزونانس صح اذا احنا اتفقنا انه اذا في مجال للريزونانس اذا في مجال للريزونانس اتفقنا انه النيجاتيف تشارج او اللون بير نحطهم في بي والاتوم نخليها اس بي 2 شو استفاد المركب صحتهم في بي والبي صغير لكن شو استفاد انه بيقدر يعمل ريزونانس بالضبط ايش الحال يعني مثلا بجوز لنا احنا بعدنا مش عارفين انه كيف مثلا شو بيعرفني بيعمل ريزونانس ولا لا ابسط لك اياها عندك نيجاتيف سنجل دبل بعمل ريزونانس نيجاتيف تشارج سنجل بعمل ريزونانس ليش لانه بتجيبي هاي لهون شايفه نيجاتيف بتجيبيها باتجاه السنجل والدبل باتجاه الكربون هاي طيب نيجاتيف سنجل تريبل نفس الشيء بقدر اعمل ريزونانس بجيب هاي لهون وهاي بجيبها على الكربون طيب لون بير سنجل دبل نفس الفكره لون بير سنجل وتريبل نفس الفكره بجيب هاي لهون والدبل بوند فإذا عندك بي وجنبها بي
وجنبها بي، هاي بي أوربيتال وهاي الدبل بوند ما هيجي بي مع بي. أوكي، إذا بيقدروا يتداخلوا البي أوربيتالز ويعملوا ريزونانس. فهذا الإشي اللي شرحته هون موجود هون، شوفي نيجاتيف سينجل، ها هاي سينجل وهي دبل، إذا بيقدر يعمل ريزونانس. فمعناته لما أشوف في مجال للريزونانس فالأكسجين شو بتعمل؟ بتحط النيجاتيف في بي وبتعمل حالها SP2 عشان هاي النيجاتيف اللي موجودة في بي تقدر تعمل ريزونانس. فالهايبريدايزيشن، الهايبريدايزيشن للأكسجين SP2 اللي عندنا مش يعني صراحة أنا مش لازم يكون عندي مشكلة في الهايبريدايزيشن لحد محاضرة اليوم، مش لازم يعني، خلص كافي لنشرح، كافي نعرف إنه هاي لازم أكون عارف إنه هاي SP2 واللون بير في البي. فاللي عنده مشكلة ليش ما يجينا على الساعات المكتبية؟ يعني ما بقدر أنا شو بدي أعمل يعني أكثر يعني، هاي المحاضرات المخصصة يعني للهايبريدايزيشن. فيا ريت ساعات المكتبية بشرح لكم شو ما بدكم يعني. طيب الآن بس زي ما حكيت لكم أنا بنتظر منكم يعني إنك أنت تحكي لي أنا اليوم بدي أجي على ساعات المكتبية بفتح طبعاً الإيميل بشيكه كل عشر دقائق بدون مبالغة، كل عشر دقائق بشيك الإيميل، بعت لي إيميل بعت لي أو على تيمز، على المايكروسوفت تيمز لما تبعث وبيجي نوتيفيكيشن على إيميلي بكل عشر دقائق ربع ساعة بشيك إيميلي. فايش بشوف انه عندكم مشكله يعني بدكم افتح المايكروسوفت بفتحه. تفضل احكي. اسف على المقاطعه دكتور، بس هلا ذره الاكسجين اللي هون لازم يكون عندها شحن سالب صح؟ صح. انا صراحه لما حكيت اس بي 3 ما انتبهت للشحن السالب. شوف هي لاحظ هون، شوف في ناس مثلا بتخربط، وانا عادي معك يعني ممكن انا اكون زي هيك، بس اشوف هاي الاكسجين، هاي الاكسجين ممكن احترسهم عليها ثلاث لون بيرز وتكمل. لكن شو النيجاتيف هي اصلا؟ يعني هي نيجاتيف مش بحسبها انها اشي الطلاب مثلا بحسبوها، بعد هاي واحد هاي اثنين ثلاث وهي اربعة وهي خمسة وهي ستة هاي سبعة وهي ثمانية وبعد لك هاي تسعة وعشرة. لا، النيجاتيف تشارج هي الفورمال تشارج للتو إلكترون، فهمت؟ يعني هي تعبر عن اللون بير. فإذا أنت بتكيش تحطها يعني يعني هي مش كامل الرسمة يعني، بالكتب بتكون موجودة بس بديك تكون حطها عادي، بس لا تعدها يعني هي تعبر عن واحد من اللون بيرز، هي الفورمال تشارج لواحد من اللون بيرز. أوكي، فأنا ممكن مثلاً بالامتحان أجيب لكم هذا الشكل هيك دبل بوند أو ونيجاتيف. أنت عارف إنه عارف ضمنياً لو ترسم لويس هي في عندك ثلاثة لومبيرز، وعارف إنه النيجاتيف ما بعدها اثنين واللومبير اثنين، النيجاتيف هي الفورمال شارج للأكسجين لأنها عندها يعني عندها سينجل بوند. زي ما تعلمنا كيف نحسب الفورمال شارج، ماشي الحال؟ أيوة وصلت دكتور. اوكي طيب هسه رح ناخذ مثال، يعني مثلا لما تمشي لقدام سلايد مثلا لقدام هذا المركب رح تشوف انه في عندك نيجاتيف تشارج. هاي مش عارف ليش خطيئين. شوف هون لما النيجاتيف تشارج هنا حطينا على الكربون نيجاتيف تشارج، ما يعني ما حطيت لون بير ونيجاتيف، بتصير يعني بتصير تحط لون بير ونيجاتيف او نيجاتيف او يعني نيجاتيف لحالها ما في مشكلة، في شغلة بدك ممارسة. طيب الآن اتفقنا إنه أنا بحرك، إذا هاي اللون بير في البي والهايبريدايزيشن للأكسجين SP2، وبالتالي باجي بحرك النيجاتيف تشارج باتجاه السيجما بوند. أوكي، يعني السهم رقم واحد، وبعدين بحكي للدبل بوند الباي بوند اللي هو سهم اثنين. شو معنى سهم واحد؟ سهم واحد انك بتحكي للون بير روحوا يعملوا رابطه ثنائيه هون، هاي رابطه ثنائيه اجت من سهم واحد. هلا السهم الثاني الارو نمبر 2 انك حكيت للباي بوند واللي هي الويك بوند مش السيجما، ما حكيت للسيجما انا حكيت للباي، انكسري وروحي هذول التو الكترونز روحوا وين؟ على الاكسجين.
اوكي؟ لانك اذا لغيت سهم اثنين بصير حوالي الكربون خمس روابط، ما بزبط. اذا اكيد لازم يكون في عندي سهم اثنين، اوكي؟ اذا انا باجي بحرك النيجاتيف، بحرك النيجاتيف باتجاه السيجما بوند، وبعدين كنت دبل بوند بحركها باتجاه الاكسجين، وهي نفس الشيء بحركها لهون وهي لهون، اوكي؟ اذا دائما وابدا حرك النيجاتيف باتجاه الدبل بوند، بعطوا بحكوا الطلاع اعطيني شورت كات، شورت كات حرك من النيجاتيف باتجاه الايش؟ الدبل بوند. بهذا يعني لما يكون الشكل عندك بهاي الطريقه. طيب اذا الان برسم المطلوب مني الـ learning outcome هون إني أرسم كل الـ resonance structure R1, R2, R3. يعني أنا بعطيك الكربونات، بحكي لك C double bond O O minus O minus، بحكي لك أرسم كل الـ resonance structures، تيجي بتجيب هاي لهون وهاي لهون مرة، وبصير عندي C O minus double bond O وهاي O minus. بعدين ممكن أخذ هذا المركب، طبعاً ده غير اللون عشان تعرف إنه بوقت ثاني، بوقت ثاني بجيب هاي بجيبها لهون والدبل بوند لهون، فبصير عندي C O minus دبل بوند O وهاي O minus. هسا في الريزونانس كله يعني مش إنه سيمتريكال كومباوند تيجي تستثني تحكي والله هي بتشبه هاي، لا، كل أتوم إلها دور هاي R3. طيب and so on. اوكي اذا اي كيب موف الكترونز حتى اني احصل، ما دامني بحصل على ديفرنت ستراكشرز اذا معناته ام دوينج رايت، اذا بلشت احصل على سيميلر ستراكشرز لا بوقف. فمعناته اي هاف فور ذا كاربونيت 3 ريزونانس ستراكشرز. هذا اول طلب مطلوب منك. الطلب اللي وراه يو هاف تو درو ذا ريزونانس هايبريد بيكوز ذا هايبريد از ذا اكتوال ريبريزنتيشن اوف ذا كومباوند. كيف أرسم الهايبرد؟ بكل بساطة برسم كل السيجما بونز، كل السيجما بونز والأتومز. يعني أنا عندي ثلاثة سيجما، هاي سيجما، هاي سيجما، وهاي سيجما، رسمتهم، وعندي الأكسجين والكربون رسمتهم. بعدين بروح بشوف بحدد الروابط، هل هم دبل بوند ولا سينجل بوند ولا بارشل دبل بونز ولا بارشل تريبل بوند واتيفر. بحكي هاي الرابطة هون هي دبل سينجل سينجل، طب هي معناته هي افريج ما بين، لانه الهايبريد المركب مش ار1 هو الريال ستراكشر الاكتوال ستراكشر، ولا ار2 ولا ار3 هو عندنا ميكس بين الثلاث. احكي تفضل. الثلاثه قصدي احكي. ايوه الثلاثه هم اللي انفولف في الستراكشر، فمعناته بتاخذ الافريج، في عندك مره دبل وسنجل، سنجل بتحكي بارشل دبل بوند. شوفي يعني او شوف دبل وسنجل. البارشل يعني هاي دبل بوند وهاي سنجل بوند. البارشل دبل بوند اني احط سنجل وخط مقطع، صح؟ واحد كونتينيوس واحد مقطع. هلا عندي انا الدبل والتريبل راح يكون اشي بتوين، شو هو؟ بارشل تريبل. يعني شو الاشي الثابت بيناتهم؟ الدبل، حطينا هالدبل. اوكي هلا الرابطة الثالثة بتكون مرة يعني مرة موجودة ومرة مش موجودة، عشان هيك بحط الإشي بهاي الدوتس. طيب نروح على الرابطة اللي وراها، هاي الرابطة باجي بحكي مرة دبل مرة سنجل مرة سنجل، بغض النظر كم مرة دبل وكم مرة سنجل مش مشكلة، احنا مش نصعب على حالنا الأمور، معناتها بارشل دبل بوند. الرابطة الثالثة سنجل سنجل دبل، إذا لا هي دبل ولا هي سنجل، هي بارشل دبل بوند، بحط ايش الهاي الدوتس. فهيك انهيت الايش الروابط، انهيت الروابط، انهيت الاتوم. شو ظل؟ ظل الشحنات. الاكسجين هاي ما اسميها اكسجين نمبر 1، مره زيرو مره ماينس ومره ماينس، اذا هي بارشل نيجاتيف تشارج. بدي شغل بك كمان، بديش تحط لي ماينس 2 على 3، خلص بارشل نيجاتيف. طب اروح على هاي الاكسجين رقم 2، مرة نيجاتيف مرة نيجاتيف مرة زيرو، إذا بارشل نيجاتيف. نروح على الأكسجين رقم 3 ونفس الشيء بارشل نيجاتيف. إذا this is the hybrid structure of the H carbonate. إذا ممكن أسألك which of the following هو correct resonance structures، which of the following هو ال correct hybrid structure. شايف هذا السؤال الثاني. والسؤال الثالث الهايبريد، اللي هو هذا الهايبريد
موجود بحب يكون موجود على شكل مين أكثر؟ R1 ولا R2 ولا R3 ولا R1 and R2 ولا R2 R3 ولا كلهن مع بعض؟ شو رأيكم؟ كلهن مع بعض. أيوة ليش؟ كيف جاوبت؟ بناء على إيش يعني؟ بناء على شو اسمه اللي عملناه هلأ بشوية الأفرج تاع الروابط. أيوة بس حتى ولو أنت بدك تعمل هذا الشغل ما حن يعني شو ما كان بس قديش الهايبريد بيشبهه يعني أي استركشر بيشبهه أكثر بيعتمد على شو الستابيليتي يعني يعني هي فكر فيها منطقيا دائما الأورجن يعني اربطها بالإيش بالمنطق هسه هايبريد الهايبريد يعني هو أفرج لهن كلهن طيب بس الهايبريد ماخذ من R1 شوي وماخذ من R2 شوي وماخذ من R3 مثلا شوي ممكن يقرر ياخذ من R3 اكثر من R2 شو ليش هو بيكون بيشبه اكثر إشي الموس ستيبل ستراكشر لانه في النهايه انا بعمل ريزونانس عشان اصير مور ستيبل فانا بكون بشبه اكثر إشي بحاول اكون موجود على شكل الموس ستيبل ستراكشر فمعناته لما اسالك which of the following contribute the most to the hybrid بدك تروح تبحث عن الموست ستيبل ستراكشر راح تبحث عن الموست ستيبل ستراكشر لانه بكل بساطه اكيد اكيد الهايبريد راح يكون موجود على شكل الموست ستيبل ستراكشر طيب في المثال هذا r1 equal to R2 equal to R3 في الإنيرجي في المثال هذا لكن في أمثلة ثانية مش بالضرورة يتشابهوا رح أعطيك أمثلة محاضرة اليوم ومحاضرات الجاية ما بيكونوا بتشابهوا إذن في المثال هذا الكربونات R1 since R1 equal to R2 equal to R3 في الستابيليتي وفي الإنيرجي لهم نفس الإنيرجي فباجي بحكي إنه الهايبريد ماخذ ثلث وقته رح يكون على شكل R1 والثلث الثاني من وقته على شكل R2 والثلث الثالث على شكل R3 ماشي الحال؟ حدا عنده مشكلة؟ إذن ثلاث أنواع من الأسئلة مطلوب مني أجاوبها في موضوع الريزونانس أرسم الريزونانس ستراكشرز أحكي أرسم الهايبريد وأحكي which one contribute the most to the hybrid السؤال الثالث ممكن اللي أنتم مثلا تصفون عليه بس لما أعطيك الأمثلة توضح الأمور. إذن بدي أفكر في الستابيليتي حتى جاوب على هذا السؤال. الموس ستابل 1 هو اللي contribute the most to the hybrid. يعني الهايبريد بحب يكون موجود على شكل الموس ستابل 1 أكيد. لأنه هو موس ستابل. طيب شو بيعرفني موس ستابل ولا لا؟ هون الفكرة. يعني ممكن تكتب عندك مثلا القواعد العامة. إني neutral structure more stable من charged structure. أنا حكيت لشعبة الثانية الأوكتت رول ببديها أول شغلة الأوكتت يعني مثلا إذا كانت R1 أوكتت و R2 not أوكتت أكيد R1 هي المور ستيبل إذا ببدي الأوكتت الأوكتت ستراكتشر هو أهم من النون أوكتت راح نشوف أمثلة على هذا الإشي كمان راح نشوف أمثلة على أنه نيوترال versus تشارج راح نرسم يعني نشوف الريزونانس ستراكتشر نرسمهم كلهم تلاقي resonance structures neutral واحد neutral والثانية charged أكيد neutral more stable بس أنت بلش دائما بالأوكتت بعدين negative على more electronegative atom مثل الأكسجين more stable than negative على less electronegative atom يتحقق شرط الأوكتت أو ما فيش اختلاف في الأوكتت ما فيش اختلاف هون لكن في الحالتين charged R1 و R2 charged negative على more electronegative atom more stable than negative على الـ less electronegative atom والعكس صحيح بالنسبة للبوزيتيف تشارج شرط الأوكتت هون كل الطلاب مش أقول لك كل المعظم بخربط هون بوزيتيف على الأكسجين less stable than positive على الكربون بس بشرط إيش يكون الأوكتت متحقق مش والله أروح شو الطلاب بروح بتطلعوا بوزيتيف ولا بوزيتيف على الأكسجين less stable than positive على الكربون طب أنا جاي لك روح على الأوكتت أكد من الأوكتت بالأول بعدين نروح على هاي القاعدة طبعاً رح نأخذ أمثلة على كل حالة
اوكتيت او مش اوكتيت نيوترال فيرسس تشارج هون هون كله راح ناخذ عليه امثله. الان بالكربونات ما في فرق، كله نفس الاستابيليتي، كلهم كونتريبيوت ذا سيم تو ذا هايبريد. ماشي الحال؟ حدا عنده اي سؤال؟ اذا اللي شرحته هون راح ارجع اعطيك امثله بالتفصيل على كل حاله، حتى بالشبه هذيك ما حكيت هاي التفاصيل لانه راح ارجع لها واحكيها بالتفصيل. اي سؤال؟ من وين اجت؟ طب كيف هم اصلا عرفوا انه في عنا ريزونانس؟ يعني طلعوا على الكربونات، يعني ليش يعني مقتنعين انه في عنا ريزونانس او عنا هايبريد ستراكشر الكربونات؟ ليش ما يحكوا والله R1 هي شفناهن، ليش ما يحكوا والله خلاص R1 هي this is the actual structure of carbonate. Can I do that؟ شو اللي خلاهم يعني شو اللي اعطاهم يعني القدرة على انه اتخاذ هذا القرار؟ شو مليتوا؟ two different carbon oxygen bond. أيوة، في عندي two different carbon oxygen bonds. إذا المفروض يعني if this is the actual structure للكربونات معناته كأني أنا بحكي إنه I should expect to see two types of carbon oxygen bond length. يعني أنا لازم أشوف single bond ولازم أشوف double bond. معناته I have to see 143 picometer. مش للحفظ هاي الأرقام بس هيك. لللونج بوند للي هي سينجل بوند، ولازم اشوف 122 بيكوميتر للشورت بوند للدبل بوند. لكن فعليا لما راحوا على المركب لقوا لا هي 143 ولا هي 122، هي افريج، هي something between، هي 132 بيكوميتر. فهي لا هي سينجل بوند ولا هي دبل بوند، وهذا الشيء اللي بتماشى مع ايش؟ مع الهايبريد اللي هو طبعا اللي رسمناه واللي هو مرسوم هون، هو الروابط متساوية لأنه R1 equal to R2 equal to R3. ركز على هالمعلومة لأنهن كلهن متساويات في الإنرجي، فأطوال الروابط متساوية. أوكي، فهي لا هي سنجل ولا هي دبل. شغلة ثانية إنه توزيع الإلكترونات على الأكسجينز متساوية. لقوا إنه في الإلكتروستاتيك ماب إنه الكثافة الإلكترونية على كل أكسجين إيش متساوية، فهذا الإشي اللي بيثبت إنه أنا ما عندي single bond، ما يعني ما عندي single structure، I have hybrid structure between more than resonance structure. فسميناهم resonance structure one، resonance contributor one. ليش؟ لأنه resonance contributor لشو؟ contributor للhybrid. R1 contributor to the hybrid، R2 contributor to the hybrid، R3 and so on، كلهم contributor to the hybrid. الشكل الأصلي هو الhybrid، الشكل الأساسي هو الهايبريد. مثلاً البنزين، second example، جينا أخذنا البنزين، كانوا يتوقعوا إنه في عندي دبل بوند وفي عندي سينجل بوند، معناته أنا لازم يكون عندي طول الرابطة اللي بتماشى مع السينجل بوند اللونج بوند 154، يعني هاي لازم تكون 154 وهاي لازم تكون 133 بيكوميتر. بالواقع وجدوا إنها لا هي طويلة ولا هي قصيرة، هي فعلياً something between اللي هي 139. معناته أنا عندي أطوال الروابط هاي تساوي لهاي 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 لهاي. أوكي، ليش؟ لأنه because of the resonance. أنت لما تيجي ترسم resonance للبنزين بتجيب هاي لهون وهاي لهون وهاي لهون، عندك conjugate system، صح؟ عندك conjugate double bond، عارفين شو conjugate؟ double single double single double single، هاي conjugate. فمعناته how many resonance structure للبنزين؟ اثنين resonance structures R1 و R2. طب لما اجي اقول لك ارسم لي الهايبريد شو بتعمل؟ ترسم كل السيجما بوند بعدين دبل سنجل، اذا بارشل دبل بوند، سنجل دبل بارشل دبل بوند، دبل سنجل بارشل، بتكمل على هذا الاشي. عشان هيك حلقة البنزين بترسمها وبترسم بالنص دائرة. دائرة معناته this is a hybrid structure، وانه دائما في عندك resonance. اوكي، اذا في عندي two resonance structures. طيب which one contributes the most to the hybrid؟ R1 ولا R2؟ ما في فرق، R1 تساوي R2 من ناحية الانيرجي،
لما نحكي من ناحية الانرجي يعني من ناحية الستابيليتي. فبوث كونتريبيوت ايكوالي، يعني الهايبريد بيكون موجود على شكل 50% من وقته موجود على شكل R1، موجود على شكل 50% على شكل R2. اوكي طيب، لو اجيت انا حطيتك سؤال مثلا هالسؤال سنوات، حطيت لهم هذا المركب وحكيت له وحطيت جنبه بنزين وحطيت معه مثلا فيوران، طبعا هون في لون بيرز وانت بتعرف ترسمهن، وحطيت معه مثلا بايرول وحكيت له which of the following can undergo resonance، يعني which من هذول المركبات بيقدر يعمل resonance، شو الجواب؟ A ولا خلينا نحكي واحد أو A B C D ولا all of the above ولا B زائد C زائد D ولا all except A، شو يعني A B زائد D زائد C؟ شو رأيك؟ إيه بعمل resonance؟ all except A. ليش مش A؟ جواب صحيح ممتاز all except A، بس ليش A ما بعملش resonance؟ لأنه بلانر مش بلانر. أيوة ممتاز، يعني أنت مباشرة الطلاب تطلعوا مثلا أنه في عندي دبل سنجل دبل سنجل دبل سنجل دبل سنجل، يعني كونجوجيت السيستم الترنيت دبل بوند، فبيجي بيحكي الطالب شو مباشرة بيحكي ماشي الحال أنا زيه زي البنزين. أوكي زيه زي البنزين، كيف بجيب هاي لهون وهي لهون وهي لهون وهي لهون، وهذا الإشي بهذا المركب خطأ. خطأ ليش خطأ؟ لأنه بديك لما يكون عندك cyclic system ماشي، إذا أنا بحكي عن cyclic compound، لما يكون عندي cyclic compound I have the compound has to be planar in order to make resonance. فياري very important very 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 important. Okay إذن in cyclic systems in cyclic compounds in order to be able to make resonance طبعا لك fully conjugated. Fully conjugated شو يعني fully conjugated؟ يعني كل center عنده b orbital، the compound has to be planar in order to be able to make resonance. طب شو بيعرفني أنا والله بلانر ولا لا؟ أنا بحكي لك، أنا دوري إني أحكي لك هذا المركب بلانر وهذا. فأنت في العادي عندنا في المصاف بتحفظ الإكسبشنز والباقي بتعتبره بلانر. أوكي؟ بس يعني مش راح أحفظك تهماني، يعني ممكن 4-5 مركبات تحفظ الإكسبشنز، وأي حدا غيرهن بتعتبرهن إنه بلانر. إذا بتحفظ النان بلانر وتقيس عليه إنه الباقي بلانر. طيب اذا السايكلو اوكتاتيتراين اللي هو هذا المركب اسمه سايكلو اوكتاتيتراين، هو نان بلانر، نان بلانر شكله على شكل التوب شيب، فبالتالي لانه نان بلانر البي اوربيتالز كانت اوفرلاب. شوف النكست سلايد، شوفي ركزي معي، هذول عندنا نان، هذول بيقدروا يتداخلوا، لكن هاي ما هاي cannot overlap. إذن لأنه non-planar the p-orbitals non-parallel to each other، وبالتالي لأنه non-parallel مش متوازيات لبعض، وبالتالي they cannot overlap، they cannot form the tunnel، the electrons cannot move، cannot delocalize. إذن the cyclic system في fully conjugated لازم يكون p-orbitals parallel to each other حتى يتداخلين حتى يتكون التانل الممر لهذول الإلكترونات هتقدر ان يعمل ريزونانس. زي البنزين، البنزين هو بلانر، كل سنتر عنده بي اوربيتال، كل بي اوربيتال فيه الكترون. اوكي هلا لانهم لان المركب بلانر شو بكونوا البي اوربيتالز بارلل تو ايتش اذر، وبالتالي بيقدر ان يتداخلن يصير اوفرلابينج، لما يتداخلن يصير اوفرلابينج بتكون عندك دونات شيب ابوف ذا بلين ودونات شيب بيلو ذا بلين، وبالتالي الالكترونات حياة سعيدة عندهم لأنه في عندي طريق
وبلفن وبدورن، يعني في ممر يمر من خلاله. أما في السايكلوكتاتراين ما في ممر، أوكي، لأنه مش بلانر. فأنا أول شغلة إني أحفظ إنه السايكلوكتاتراين نات بلانر، لا تقيس عليها مش من عندك. أنا حكيت السايكلوكتاتراين ما إلي علاقة باللي بيعمم بشكل عام، خلاص بحكي لي حلقة ثمانية أنا بلانر. أنا ما حكيت حلقة ثمانية، أنا حكيت السايكلوكتاتراين ديس كومبان هو نان بلانر، إلو شكل التوب شيب، لأنه نان بلانر ما رح يصير عندنا ريزونانس. إذا لما أحكي لك which of the following cannot make resonance رح تختار إيه، this compound this one، لكن البقية B و C و D بيقدروا يعملوا resonance. شو أنتوا بعدكم معي صح؟ معك دكتورة. شو حدا عنده أي سؤال؟ أمثلة زيادة دكتورة لأنه الفكرة شوية. أمثلة زيادة على النان بلانر. راح شوف نزل sample questions دكتورة. يعني احنا نحكي النون بلانر ويعني بنقيس عليها لما بنحل صح؟ بالضبط، من ناحية النون بلانر حسب افتح لكم sample questions راح اعطيكم كم مركب تحفظوه. انه شوي راح ننزل هذول sample questions على e-learning. لو تروحوا على سؤال رقم 30، هذول الانيولينز، الانيولينز اللي هم حلقة واحدة، لاحظ كلهم هاي يعني حلقة واحدة، 10 انيولين 12 انيولين ال 14 وال 16 وال 18، هذول عبارة عن ايش؟ هذول حفظ، يعني ان يعني اكيد الطالب ولا انا بقدر نعرف بالعين المجردة انه بلانر ولا لا. 10 انيولين هني كاتب لكم بالسؤال، التان أنيولين هو ليش اسمه أنيولين؟ أنيولين يعني كونجوجيت سيستم وحلقة واحدة، لاحظ كلها سينجل دبل سينجل دبل سينجل and so on. ليش تان؟ تان لأنه عدد الكربون 10، أوكي؟ 12 أنيولين 12 كربون and so on. فالتان أنيولين اللي هو المركب الأول على اليسار، و12 أنيولين و16 أنيولين اللي هو القبل الأخير، هذولا نان بلانر. ف معناته أنا مطلوب مني أحفظ هذول إنهم نان بلانر مع اللي شرحته في المحاضرة اليوم من سايكلوكتاتراين، يعني بس إن الأربع مركبات ترى مطلوبات منكم تحفظوهم من نان بلانر. أي مركب بمر بالامتحان مش من هذول الأربعة فأنت بدك تعتبره بلانر، ماشي الحال؟ طبعا هاي اللي كانت إياها في الأروماتيسيتي كمان. احكي تمام. يعني دكتورة هلأ 10 و 12 و 16 والسايكل اللي أعطيتيني إياه هدول نان بلانر ما في عندهم ريزونانس. أيوة ما بعملوش ريزونانس. يعني حفظ، يعني حفظ. أيوة ما عند الحفظ بحكي لكم هاي مطلوب منكم تحفظوه. أوكي شكرا دكتور. هلا طيب، إذا هذا المركب أضيفه للليستة السايكل أوكتاتراين مع الثلاث مركبات أطلاقه، الثلاثة اللي شوفتهم بالسامبل كويشن اللي بدي أنزلهم عليه. المثال الأخير لمحاضرة اليوم نأخذ مثال، يعني إحنا أخذنا الكربونات أخذنا البنزين وحكينا عن سايكلوكتاتراين، تمنا نأخذ مثال زي ما حكيت لكم رح يعني أدرج بالصعوبة، بس أصعب شوي والمحاضرة جاي رح تكون فيها مثلي أكثر وأصعب. طيب الآن باجي بحكي لك ارسم لي، خلينا عشان ما ننعجيك افتح سلايد نيو سلايد وارسم لك اياه المركب هون. اخذ طبعا هو موجود بالسلايدات لقدام بس انا بدي حابه ارسم ارتب. اوكي جيت حكيت لك ارسم الريزونانس ستراكشرز لهذا الكومباوند، أرسم الهايبريد وأحكي لي which one من الريزونانس كونتريبيوترز كونتريبيوت the most to the hybrid. يعني ثلاث أسئلة اللي اتفقنا إنه هذول بدي أتوقعهم في موضوع الريزونانس. طبعاً قبل خلينا بس نشوف القواعد، يعني أنت لما تحل بيش كيف يعني كيف بدك تكون الخطوات، كيف بدك تكون منظم، يعني كيف ترتب أفكارك. فبدك تحط ببالك إنك لما بدك ترسم ريزونانس بدك إنك تطلع على الإلكترونز، إنك فقط راح تحرك إلكترونز
ولا تستبعدوش الطلاب يحكوا سيجما بوند وبكسروا سيجما بوند وبحكوا روابط، يعني لا احنا بنحكي مش عن توتوماريزم، توتوماريزيشن فيها حركة الكترونات ورابط وهيدروجين، نحكيش عن تفاعلات بكسر روابط وكون روابط جديدة، احنا بنحكي عن الريزونانس. الريزونانس حركة الكترونات فقط لا غير، اوكي، لكن مش اي الكترونات بحرك. طب ما هي السيجما ما هي الكترونات، ماشي الحال. لا احنا موضوع الريزونانس اني احرك الباي الكترونز فقط. الباي الكترونز الالكترونز اللي في بي اوربيتالز، في بي اوربيتالز يعني مثل الدبل بوند، التريبل بوند، رابطه ثلاثيه وثنائيه، او اللون بيرز الموجودين في بي اوربيتال. شايفين ليش انا شرحت لك الريزونانس او الهايبريدايزيشن قبل الريزونانس؟ لانه كخطوه اولى في حل السؤال اني اعرف ان اللون بير موجودات في بي، اعرف الهايبريدايزيشن وبالتالي اعرف اللون بير والله موجودين في بي وبالتالي بقدر احركهم. طيب ميك شور انه انت تحرك تعمل هالحركه الالكترونات هاي انك توتال نمبر اوف الكترونز از نوت تشينج، يعني لازم الشحن العام للمركب تضلها زي ما هي، يعني سي او 3 ماينس 2 نت شارج الكومباوند ماينس 2 يضلوا ماينس 2. إذا كان عندي مثلا زي هذا المركب يوتادايين شحنته صفر تضلها صفر، النت شارج لا المركب يكون ضل زي ما هو. طيب الآن الإلكترونز can be moved only between B orbitals، وهاي اللي أكدت عليها مرارا وتكرارا واللي بناء عليها المفروض فهمنا الهايبريدايزيشن، بناء على هاي النقطة إنه الإلكترونات فقط تتحرك بين أفلاك P. عشان هيك المركب او الاتوم كنا نحكي والله لا بتقرر هاي كاربون تحط اللومبير في البي عشان تقدر يعمل ريزونانس وبتعمل حالها اس بي 2، لانه فقط انت بدك تحرك الالكترونات في بي اوربيتال فقط لا غير، ما بصيرش اللومبيرز يعني النيجاتيف تشارج في الاس بي نو ريزونانس، نو ريزونانس في الاس بي 2 نو ريزونانس، في الاس بي 3 نو ريزونانس، ما بيقدروا يتحركوا لانه اتجاه الاوربيتالز مختلف، لازم يكون برر للبي اوربيتالز حتى تصير الموفمنت. فالالكترونز كان اونلي موفد بتوين بي اوربيتالز اند اونلي اف ذي كان بي الايند بروبرلي. شو معنى هاي الخطوه الاخيره، النقطه الاخيره؟ لو اجيت اعطيتك المركب الفوقاني وضفت لك بياناتهم انذر سيجما بوند، هل هذول انا عندي باي الكترونز عادي، عندي دبل بوند، هاي الكترون وهاي الكترون وهاي الكترون وهاي الكترون، لكن هل هم aligned properly؟ هل هم can make resonance؟ no no. ايوه الجواب اذا no resonance. ممتاز. ليش؟ صح هاي عندها بي اوربيتال وهاي عندها بي اوربيتال، لكن شوفي قديش في عندي هون كمان بي اوربيتال، لكن بالنص هاي اس بي 3 ما في بي اوربيتال وهاي اس بي 3، لازم يكون كونجوجيت السيستم زي هون زي اللي رسمتها فوق. هاي بي شوفي، يعني اكسر الرابطه الثنائيه وحطي مكانها البي، رجعيها لاصلها. هاي بي وهاي بي، فالان بي جنب بي جنب بي جنب بي ثاني رابع، وهاي بي اوربيتال بي اوربيتال بي اوربيتال. فشوفوا كيف بصير في بيناتهم اوفر بصير بيناتهم اوفرلابينج لانهم جنب بعض، كل سنتر عنده بي اوربيتال جنب، فبالتالي رح يصير في بيناتهم أوبرلابن، بصير تكون التانيل هذا الممر، وبصير الإلكترونات حياة سعيدة تنتقل من أوربيتال إلى آخر ذهابا وإيابا. لكن ماشي الحال. فشو كان شكله هذا بالأصل؟ كان هيك دبل بون سينجل بون دبل بون، فهون في ريزونانس. بجيب هاي لهون رح أتعلمك إياها، رح نأخذه المركب بالظبط. لكن تعال على هذا المركب، ما بجيب هاي اللي هون بعدين شو اكسر سيجما اشيل هيدروجين؟ لا انا بحرك بس باي. ماشي الحال. هون ما هون نو ريزونانس، نو ريزونانس. طيب هاي شغلات بالممارسه، يعني قد ما حليت اسئله اكثر كل ما كانت امورك احسن. ماشي الحال. اذا وانا احل هذا السؤال بدي افكر هذول الفاكتورز اللي شرحناهن هون، اني فقط احرك الالكترونات واياهن الباي الكترونز. طيب إذن أول خطوة، أول خطوة احكوا لي، يعني بدي أقول لك بدي أعطيك إياه وأحكي لك، يلا حل لي هذا السؤال، أرسم لي كل الريزونانس استراكتشرز وارسم الهايبريد، يعني هذا آخر مثال للمحاضرة. شو رأيكم أول خطوة؟
دكتور الشحنة السالبة بحطها جنب الكربونية، والرابطة الثنائية اللي عنده الأكسجين بحولها للون بيرز. ممتاز، انت اشتغلت صح 100%، بس اعطيني ارجع لورا على اساس انه في طلاب مثلا مش عارفين ليش رحت على الشحنة السالبة، وليش مسموح لك تحرك الشحنة السالبة، وليش ما بلشت. ايوه، اذا النيجاتيف تشارج هاي موجوده في البي اوربيتال، ممتاز. والكربون هاي شو الهايبريدايزيشن لها؟ اس بي 3. لا الكربون مش الاكسجين. الكربون اس بي 2. اس بي 2 نعم، الكربون اس بي 2، ممتاز. وطبعا بيجي حدا بيحكي لك طب ليش ما هي مثلا اس بي 3، SP3 ليش؟ زي ما اتفقنا إذا بدك تخليها SP3، إذا الكربون SP3 ما حتقدر تعمل رزونانس. أيوة، النيجاتيف بدها تكون في SP3 وما رح يكون في عندي رزونانس، ورح تخرب السلافة كلها وتصير الأمور حياة تعيسة. لا، بتحكي النيجاتيف لا أنا شو أنا بكون بالبي والكربون بخليها SP2. إذا أول خطوة، إذا أنت شو عملت أو إحنا شو عملنا، إنه فعليا حددنا وين الباي إلكترونز اللي أنا حسب القواعد اللي هون only electrons can move اللي هن الباي إلكترونز، يعني رحت حددت وين إلكترونات اللي في بي أوربيتال. فأنت أي سؤال أول ما تشوف سؤال ريزونانس بتروح بتحدد وين الباي إلكترونز، فحدد أول شيء زميلكم إنه النيجاتيف تشارج هاي الباي إلكترون لأنهم في بي، كمان وين الباي إلكترونز موجود عند الأكسجين بحولها للون بيرز دبل بونز. أيوة، دبل يعني الباي. طيب ممتاز، إذا هاي صار عندي 1-2، هون 2 إلكترونز وهون 2 إلكترونز، إلكترون صح هون، صار عندي 4 باي إلكترونز. بيجي حد بيحكي طب هذول اللون بيرز اللي على الأكسجينز ليش بهني باي؟ وين هني موجودات؟ شو الهايبريدايزيشن للأكسجين؟ SP3. SP ده عيد الرسم هون عشان ما نكونش الأكسجين. كيف احنا مش أول ما بلشنا المحاضرة حكينا بعد السيجما كم سيجما بوند وبناء عليها بحدد الهايبريدايزيشن، كم سيجما بوند هون بالأكسجين؟ 3 سيجما بوند. طيب بناء على انه بناء على 3 سيجما بوند، اذا ايوه بناء على، خلينا نحكي هون 3 بوند. لا شوفي ما يعادل هاي واحد، هاي سيجما كل 2 الكترونز يعادل سيجما بوند، هاي واحد وهاي واحد وهاي سيجما، يعني how many groups يعني surrounding the atom. اوكي، فانت لما تحكي 3 سيجما بوند فبتحكي sp2، ما يعادل 3 سيجما بوند كمان sp2، اذا الاكسجين الهايبريدايزيشن الها sp2 صح. نفس اللي حليناها، انا لو بدي ارجع شوفوا يعني اولنا قديش الساعه، لا بس عشان ميك شور انه هاي شغله مهمه، لما انا شرحت لكم هذا المثال راح شايف هون هاي الاكسجين نفس الفكره الشرح اللي هون، يا ريت تربطوا السلايدات مع بعض. هاي الاكسجين عندها لون بير ولون بير وسيجما بوند، فحوالها ثلاثه ما يعادل يعني ثلاثه سيجما بوند، ثلاثه جروبس، خليني عشان اكون اصح، ثلاثة جروبس معناته بدي ثلاثة أوربيتالز. طب ثلاثة أوربيتال شو هم؟ S و B، 2 B خلطهم مع بعض بعطيني ثلاثة SP2. فالهايبريدايزيشن SP2، كم أوربيتال SP2؟ ثلاث، ماشي الحال. فالأكسجين SP2 ما نختم هذا الاشي، نرجع لسلايداتنا. دكتورة تفضلي. دكتورة يعني واحد من اللون بيرز اللي على الأكسجين هو بيقدر يعمل دبل بوند يعني، بس هو واحد، فمشان هيك نقول إنه SP2 صح؟ واحد بيقدر يعمل إيش؟ إنه بيقدر يعمل باي بوند. باي بوند. لا هيك
لا مش هيك يعني طريقة التفكير. هسا انت في عندك اكسجين، عندك تو لون بيرس، وعندك سيجما، عندك باي. انت ممكن فهمت عليك قصدك انه هسا في انت قديش في عندك باي بوند، فخلص واحد راح للاس بي 2. صح صح بصير تفكري 100% صح. بس لو سالتك كملي مثلا، طيب الاس بي 2 كم اوربيتال؟ ثلاثه. وين هن؟ وين هن؟ ورجيني اياهن. تحكي لي واحد في اللون بير اس بي 2 واللون بير الثاني في الاس بي 2 والثالث عمل ايوه. فزي ما حكيت زي ما تعتمد على عدد الباي بوند. يعني عندك مثلا هاي الاكسجين زي الدبل بوند، شو هي؟ تحكي خلص ما دام انه طلعت على الباي بوند، في عندي باي بوند، الباي بوند كيف تكونت؟ بي اوربيتال. صح. قد هن مهن ثلاثة بي واحد اس، البي وين راحت؟ عملت باي بوند. قديش ضل؟ ضل اس بي 2 فقط لا غير. فالاكسجين اس بي 2 ثلاثة واحد، اللون بير اللي على الاكسجين ما بيعملوا ريزونانس لانهم موجودين في الاس بي 2. ماشي الحال؟ اذا اللون بير اللي في الاكسجين موجودين في الاس بي 2 نو ريزونانس. فقط احنا بنبحث عن الباي الكترونز الموجودين في بي اوربيتال، هاي في الاس بي 2. ماشي الحال؟ السيجما مش في بي اوربيتال. اذا اللي بيعملوا ريزونانس شو هم بالمركب هذا؟ شو هم؟ الدبل بوند، الباي بوند، والنيجاتيف تشارج. معي ولا لا؟ معي يا دكتورة. طيب ماشي الحال. اذا يا ريت انا بركز على هاي الشغلات اللي الطلاب يعني دائما بحس انه في عندهم مشكله فيها. فاذا انت عندك مشكله فيها دوري بس اسمع المحاضره أكثر من مرة واسألني. إذن المركب وما فيه إنه هون اللي باللون الأزرق بدي أحط لك إياه شو هم اللي بالأزرق فعلياً اللي بيقدروا يتحركوا، هم الباي إلكترونز. شايف؟ إذن الباي إلكترونز اللي باللون الأزرق اللي هم عددهم 4 إلكترونز اللي هم موجودين في بي أوربيتال اللي هم اللي بيتحركوا، هذول بس بدك تحركهم. طيب بعد ما حددت الباي الكترونز ماشي الحال، تذكر شوف انا ما حطيت لك اللون بير ماشي الحال لانهم في الاس بي 2، ما حطيت لك اياهم اللي على الاكسجين ما حطيتهم، فبدي امحيهم. صح. بعدين دائما وابدا حرك النيجاتيف تشارج، اعمل ارسم سهم من النيجاتيف تشارج باتجاه الدبل بوند، من النيجاتيف تشارج باتجاه التريبل، من اللون بير باتجاه الدبل او التريبل. ماشي الحال؟ هاي شورت كت يعني هنت إلك. فبحرك من النيجاتيف زي حكى زميلكم قبل شوي، فبحركهم باتجاه النيجاتيف. السهم الأول شو معناته؟ إنك حكي للنيجاتيف تشارج اعملوا رابطة ثنائية هون، والسهم الثاني معناته بتحكي للباي بوند انكسري وروحي على شكل لون بير على الأكسجين، وبصير عندي هذا الشكل، وبصير عندي O لون بير أو نيجاتيف تشارج اللي بتحب تحطيها نيجاتيف ما في مشكلة، وهي دبل بون. فصار عندي R1 و R2، ما بقدر غير أرسم غير R1 وغير R2، ما في غيرهم. لو بدك ترجع لورا رجوع رح ترجع ل R1. فأنت دورك طبعا تحاول ترسم الماكسيمم R1 و R2. مش رح أسألك بالامتحان عد أعطيني العدد يعني صراحة، بنحكي لك وتشوف دفنه هو correct أو incorrect. طيب الآن بعد ما رسمنا هذا الريزونانس ستراكشر، السؤال الثاني اللي هو بدي أرسم الهايبريد، برسم كل السيجما بوند. هاي كانت مرة دبل وسنجل، برسمها as partial single double partial. بعدين النيجاتيف تشارج هون النيجاتيف، الأكسجين مرة زيرو مرة نيجاتيف partial negative، الكربون زيرو زيرو بفضلها زيرو، الكربون هون نيجاتيف زيرو فبصير partial negative، وبالتالي this is the hybrid structure. الآن السؤال الثالث، which one contribute the most to the hybrid, R1 ولا R2؟ فبتيجي بتحكي R2 more stable than R1. ليش؟ لأنه R2 نيجاتيف على الأكسجين لكن R1 نيجاتيف على الكربون. فأنا قبل شوي حكيت لكم نيجاتيف على more electronegative atom اللي هي الأكسجين more stable than النيجاتيف على الكربون، وبالتالي
راح تكون R2 more stable. إذا معظم وقته الهايبريد بيكون على شكل R2. فR2 contribute to the hybrid more than R1. أوكي؟ حدا عنده أي سؤال على هذا المثال؟ هذا يعتبر سؤال يعني سهل يعني سهل يعني متوسط أو شيء زي هيك. أوكي؟ شو رأيكم؟ هي صحي طويل المحاضرة ممكن بتملوا يعني I don't know. أنا وقف الريكوردينج.